ما أريد عمله في هذا الفيديو هو محاولة إيجاد أي نوع من التفاعل أو التفاعلات التي قد تحدث إذا كان لدينا هذا المركب 1 2 3 4 5 في حلقة. هذا بنتان، برومو سايكلو بنتان. إذا كان لدينا برومو بنتان حلقي، برومو بنتان حلقي، والمذيب هو دايميثيل فورماميد. دايميثيل فورماميد أحيانا قد نراه مكتوب كدي أم أف، ورسمت الطريقة الصيغة له هنا. إذا يمكننا التفكير فيما هو نوع المذيب، وأيضا في الكحول في المحلول لدينا أيون الميثوكسايد، أيون ميثوكسايد. إذا لدينا أيون ميثوكسايد هنا، إذا نفكر فيما هو نوع التفاعل الذي قد يحدث. وفقط لحصر الأمور سوف نفكر في سياق آخر أربع تفاعلات فحصناها. إذا قد يكون هذا تفاعل SN2 أو تفاعل SN1، تفاعل E2 أو تفاعل E1. نفحص كل المعلومات ونجد ما هو المحتمل أن يحدث، ومن ثم نرى آلية الحدوث. الآن أول شيء، بما أن لدينا المذيب والأشياء الأخرى التي في المذيب، لنفكر كيف هذه قد تؤثر في التفاعل. إذا نظرنا إلى هذا المذيب هنا، عند النظر إلى أي نوع من هذه التفاعلات، عند فحص المذيب يجب أن نفكر فيما هو، هل هو بروتوني أو لا. والبروتوني يعني أن لديه هيدروجينات، والتي نوعا ما إلكتروناتهم قد تسرق، وهذه البروتونات يمكن أن تطفو في الأنحاء. وإذا نظرنا إلى هنا لدينا هيدروجينات، لكن كل الهيدروجينات هي مترابطة مع الكربون، والكربون من غير محتمل أن يسرق إلكترونات الهيدروجين، ويترك الهيدروجين يطفو في الأنحاء. الكربون ليس كهرو سلبي. إذا كان لدينا هيدروجينات مترابطة مع الأكسجين، فهذا سيكون حال مختلف، سيكون لدينا مذيب بروتوني حينها. لكن في هذه الحالة لا، كل الهيدروجينات مترابطة مع الكربونات، ليس من المحتمل أن تنتزع إلكترونات الهيدروجين منه ويصبح كبروتونات. إذا هذا مذيب غير بروتوني. بروتيك سولفنت. الآن خضنا في هذا قليلا في تفاعلات الـ SN2 والـ SN1، لكن نفس الفكرة منطبقة هنا. حتى يكون لدينا تفاعل E2 أو SN2، يجب أن يكون لدينا إما محب قوي للنواة أو قلوي قوي. ونفس الشيء يمكن أن يكون كلاهما، بالرغم أنهما ليسا دائما مترابطان، شاهدنا هذا من قبل. الآن إذا كان لدينا مذيب بروتوني، فإنه سيعمل على استقرار القلوي القوي أو محب النواة القوي. البروتونات ستتفاعل معهم، سيأخذ الإلكترونات من القلوي القوي أو محب النواة هذا. إذا حتى يكون لدينا SN2 أو E2، يجب أن يكون لدينا بروتونات تطفو في الأنحاء. إذا نحتاج إلى مذيب غير بروتوني. أن لا يكون لدينا بروتونات تطفو في الأنحاء. إذا المذيب الغير بروتوني هذا سيفضل تفاعل الـ E2 أو الـ SN2. ما زلنا نفكر في الـ SN2 أو الـ E2، لنفكر في المتفاعلات نفسها. هنا لدينا أيون الميثوكسايد، أيون الميثوكسايد، ونفكر فيما إذا ما كان محب النواة قوي أو ضعيف. هو في الواقع محب نواة قوي جدا، هو محب قوي للنواة، محب قوي للنواة، strong nucleophile. إذا هذا سيضعنا في اتجاه تفاعل الـ SN1، الـ SN1. إذا لدينا نقطتين من البيانات، آسف، هو SN2. إذا لدينا نقطتين من البيانات للـ SN2، لأنه تذكروا فقط يجب أن يسير إلى هنا ويصبح نشط، وليس جزيء كبير، لذا لن يتم إعاقته. لكن هو أيضا قلوي قوي جدا، حتى أقوى من الهيدروكسيد. إذا هو أيضا قلوي قوي جدا، والذي قد يقودنا إلى، أو قد يعني أنه سوف يكون لدينا تفاعل الـ E2. الآن آخر شيء نريد التفكير به هو الكربون. هو الكربون الذي ستغادر منه المجموعة المغادرة مباشرة عند فحص البرومو سايكلوبنتان. هناك مجموعة وظيفية واحدة موصولة مع السلسلة، وهي مجموعة البروم هنا. هي موصولة مع هذا الكربون، يمكن أن نسمي هذا كربون ألفا، وهو كربون ثانوي. الكربون هنا مترابط مع واحد اثنان من الكربونات الأخرى. هذا كربون ألفا، سأكتبه بهذا الشكل. الكربون ألفا هو كربون ثانوي، هو كربون ثانوي، كربون ثانوي. سكندر كربون هو هذا، يجعله نوعا ما محايد في هذا الخليط. إذا كان لدينا كربون رئيسي أو أولي،
أو أولي، سيكون هذا في صالح الـ SN2. أعني أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن نحصل عليه هو الـ SN2، وإذا كان لدينا كربون ثالثي فسيكون في صالح الـ SN1 أو الـ E1، لأنه سيفضل الكربوكاتيون المستقر. المجموعة المغادرة ستغادر، وإذا كان هذا مترابط مع كربون آخر فسيكون مستقر جدا. لكن في هذه الحالة الكربون الثانوي مترابط مع كربونين، هو محايد قليلا. إذا من الممكن لأي من هذه التفاعلات أن يحدث. عند فحص كل نقاط البيانات الأخرى فإنها تشير إلى كلا الـ SN2 أو الـ E2. لدينا محب نواة قوي وقلوي قوي، لدينا مذيب غير بروتوني، سيكون تفاعل SN2 أو E2. إذا لنرسم عمليا التفاعلات، لنقوم بالـ SN2 أولا. سأستخدم اللون البرتقالي، اللون البرتقالي. إذا كان لدينا تفاعل الـ SN2، لنعيد رسم الجزيء، نرسم السايكلوبنتان. أريد التأكد، دعوني أرسمه بنفس الشكل الذي كان مرسوم هناك. إذا المخمس يتجه للأعلى، ثم لدينا مجموعة البروم هنا، لدينا أيون الميثوكسايد هنا، أيون ميثوكسايد هنا، إذا CH3O سالب. أو يمكن أن نبين أن هذا الأكسجين لديه 1 2 3 4 5 6 7 إلكترونات تكافؤ على شحنة سالبة. واحد من هذه الإلكترونات هنا، هذا يمكن أن يهاجم أن يهاجم أن يهاجم الركيزة هنا عند هذا الكربون. حالما يحدث ذلك في نفس الوقت، هذا البروم سيكون قادر على انتزاع الإلكترون من نفس الكربون نفسه، ومن ثم البروم الآن يصبح أنيون البروم. أنيون البروم كان لديه 1 2 3 4 5 6 7 إلكترونات تكافؤ، 1 2 3 4 5 6 7. الآن انتزع إلكترون واحد إضافي وتحول إلى أيون البروم. الآن لديه شحنة سالبة. وإذا أردنا رسم السلسلة، إذا أردنا رسم السلسلة ستبدو هكذا. حسنا، يمكن رسمه على هذا الجانب ويمكن رسمه على هذا الجانب، بحيث هو يدخل من الجانب الآخر. هذه ركيزة غير كيرالية، إذا لا داعي لنكون قلقين في كيفية رسم الروابط مع الكربون. وعمليا نحن لم نظهر أي شيء يتجه للخارج أو للداخل، وسيكون لدينا أيون ميثوكسايد. الآن هو مترابط، إذا لم يعد أيون، إذا هو OCH3 بهذا الشكل، OCH3 بهذا الشكل. هو مرتبط مع الكربون، من الواضح أن هذا الكربون ضمنيا لديه هيدروجين آخر والذي لا يظهر هنا. وبهذه السرعة هذا كان تفاعل SN2. هذه هي الآلية. الآن لنفكر في تفاعل الـ E2، لنقوم بالـ E2 بشكل مناسب. سوف نرسم بعض الهيدروجينات. تفاعل الـ E2 سأرسم هذا بالأزرق. تفاعل الـ E2، E2 reaction. دعوني أرسم سايكلوبنتان، سأرسم هذا بشكل كبير. في الواقع هنا رسمه بشكل كبير هو أقل أهمية. إذا سأرسم المخمس بنتاجون. المخمس هو بهذا الشكل، هذا البروم. ثلاثة أربعة خمسة ستة سبع إلكترونات تكافؤ هنا. هذا كربون ألفا، هذا هنا هو الكربون ألفا. ومن ثم هناك ثمان كربونات بيتا، هناك ثمان كربونات بيتا هنا وهنا، كلاهما لديه هيدروجينان. هيدروجينان، إذا أعلم أنه يصبح أصعب قليلا الرسم، كلاهما لديه هيدروجينان. وفي تفاعل E2 القلوي القوي سوف يتفاعل مع، دعوني أنظف هذا هنا، سأتخلص من بيتا. بيتا تجعل الأشياء فوضوية. حسنا، إذا كلاهما لديه هيدروجينان. هيدروجينان لكليهما. الآن في تفاعل E2 القلوي القوي هنا، أيون الميثوكسايد كان يتصرف كمحب قوي للنواة في الإي 2، سيتصرف كقلوي قوي، سوف ينتزع هيدروجين واحد من كربونات بيتا. وقد تقولون حسنا، أي منها؟ هل نفحص قاعدة زايتسيف؟ هذا لا يهم، هذه متماثلة، كلاهما مترابط مع الثامن الكربونات الأخرى،
كلاهما مترابط مع نفس العدد من الهيدروجينات، إذا لا يهم، في الواقع سيكون الموضوع عشوائيا وفي الواقع لن يكون هناك فرق لأنه متماثل. إذا لنرسم بهذا الشكل، لنرسم أيون الميثوكسايد 1 2 3 4 وهو أنيون، وربما يجب القول 5 6، ومن ثم لديه رابطة واحدة مع السي اتش 3، لديه شحنة سالبة وهو قلوي قوي جدا. يمكن أن ينتقل هنا وينتزع الهيدروجين ويترك إلكترون الهيدروجين خلفه، وربما سأغير اللون. هذا الإلكترون يمكن أن يعطى إلى الهيدروجين، وهذا يشكل رابطة معه، إلكترون الهيدروجين. سأرسم هذا بلون مختلف. إلكترون الهيدروجين الموجود هنا يمكن الآن أن يعطى إلى الكربون ألفا، يمكن الآن أن يعطى إلى الكربون ألفا ليشكل رابطة ثنائية. والآن الكربون ألفا يحصل على إلكترون. الآن مجموعة البرام يمكن أن تغادر. الآن المجموعة المغادرة هي جيدة، وهذا كان شيء آخر، لكن المجموعة المغادرة الجيدة هي في الواقع تحبذ أن تفاعلات الـ E1 ESN1 E2 الـ SN2. إذا الكربون يحصل على الإلكترون، ومن ثم البرام يمكن عندها أن يأخذ إلكترون الكربون. في خطوة واحدة، الشيء المميز في تفاعلات الـ E2 والـ SN2، كل المتفاعلات تشترك في خطوة تحديد معدل التفاعل. هناك في الواقع فقط خطوة واحدة هكذا. بعد أن يحدث ذلك، ما يتبقى لدينا هو أن أنيون ميثوكسايد يأخذ الهيدروجين، إذا يصبح ميثانول. نرسم هذا، إذا يصبح ميثانول. إذا لديه 1 2 3 4 5، هذا الإلكترون يأتي ويترابط مع الهيدروجين، هذا الإلكترون يسير ويترابط مع الهيدروجين هكذا، والهيدروجين يترك إلكترونه خلفه. دعوني أرسم بيان البنتان الحلقي الآن. إذا البنتان الحلقي كان يبدو هكذا من قبل، الآن هذا الإلكترون كان مترابط مع الهيدروجين، كان مترابط مع الهيدروجين، كان مترابط مع الهيدروجين هنا، لكن الآن الإلكترون سيستخدم ليشكل رابطة مع كربون ألفا هنا. سأرسم الكربون ألفا، الكربون ألفا هو هنا. من الواضح ضمنيا أنه عند كل واحد من هذه الأطراف لدينا كربون، لكن الآن رابطة ثنائية ستتشكل مع الكربون ألفا. يمكن رسمها بهذا الشكل، رابطة ثنائية. من الواضح أن هناك كربون آخر هنا. الآن الرابطة الثنائية هذه ستتشكل، البروم قد غادر وأخذ إلكترون معه من الكربون، بما أن الكربون لا يحتاجه، كان أصلا محتضن الإلكترون لأنه كهروسلبي جدا. إذا هذا البروم يأخذ الإلكترون البرتقالي. الآن هو أيون البروم، وانتهينا. لنعود إلى السؤال الأصلي، نعود إلى السؤال الأصلي. أي تفاعل محتمل أن يحدث، أو أي آلية؟ في الواقع سيكون لدينا كل من الـ SN2 والـ E2، لأنه سنرى خليط من هذه. لدينا كل العوامل التي ستمكن الإيثان من الحدوث، إذا سيكون لدينا كلا هذه الآليات. سأفصلهم. هنا تفاعل الـ SN2، سيكون لدينا تفاعل الـ SN2 يحدث في أيا كان قارورة وعاء أو أي شيء نستخدمه ليحدث هذا، وسيكون أيضا لدينا تفاعل الـ E2. إذا سنرى بعض من هذه النواتج وبعض من هذه النواتج أيضا.